بعدنا عم نتابع معكم مشاهدينا يوم جديد، ولح استضيف معي اليوم دكتور عفاف معكرون. اهلا وسهلا فيك دكتور. بونجور، كيفك بلانش؟ الحمد لله. حضرتك صيدلي ومتخصصه في العنايه بالبشره، اللي الحظ اليوم نكون موجودين سوا. انا الحظ الي، هاي اول مره بنطلع سوا. صحيح. اليوم ومثل كل مره باطلالاتك بتنطلق الحلقه بكوت معين، بمقوله معينه، قولي لنا اياها اذا بتريد. لا نحن نعطي المشاهدين شن يعني عناوين الحلقه. يس، اليوم الكوت يلي رح اقولها هي never let an old flame burn you twice. يعني دائما نحن لانه موضوعنا اليوم هو الحرق، فبدنا ننتبه ما نخلي زيت النار تحرقنا مرتين. يعني الشاطر يتعلم من غلطته وما يعيد زيت الغلط مرتين، لانه الوجع بيكون اوقات اكثر بتاني مره. كمان هيدا الشيء لنفكر فيه يعني. وانا عم فكر بالطريقه الفلسفيه، يمكن الجرح البراني اذا اتبعنا الارشادات اللي انت رح تعطينا اياها سهل مزبوط انه يختفي، بس كمان لازم ننتبه للجروحات الداخليه اللي هيدي ولا ممكن تختفي. هيدي بتضل، واوقات شيء صغير بيرجع بيحركها ووجعها كمان صعب، يعني مثل الجرح البراني لو كانت هي منا ظاهره بس كمان بتوجع وبتأذي. هون بدي اقول تحيه لكل السيدات والامهات اللي دائما محروقين ايديهم، يا بالمقلايه بالطبخ يا لزقه الطنجره، وبتكمل عادي يعني ما بقى بتحس. مشان هيك الفيرست ديجري سكن بيرن رح نحكي عنه اليوم. مزبوط. يعني نحن وعدنا المشاهدين بحلقه ماضيه انه رح نحكي عن الحرق، لانه هو كثير شائع مثل ما قلتي، سيدات اوقات بشغلهم، وحتى كمان اوقات وسائل التدفئه، يعني يمكن بالدفايه او هيك، ممكن ولد صغير، ممكن يعني اي شخص اللي كان، حتى اوقات الناس الختياريه شوي لانه بيسقعوا زياده عن اللزوم، اوقات كمان كثير بيقربوا على الدفايه او يمكن نظرهم ما بيساعدهم ايام ينتبهوا هن وعم يشتغلوا، فممكن يحرقوا حالهم. الحرق هو عده درجات، يعني في الحرق اول درجه، ثاني درجه، ثالث درجه، ورابع درجه، اكيد حسب قد ايه هو غميق بعمق البشره، يعني قد ايه بيطال طبقات من الانسجه، فهيك بيتصنف الحرق. وكمان عندنا قد ايه مساحه امتداده على الجسم. هلا عاده بيعتبروا انه كف اليد هو 1% من مساحة الجسم، فهيك تقريبا بصير شوي بيرتكزوا على هال الفورمولا هيدي لكرمال وقت اللي بده يكون في عناية طبية يقدروا يحددوا قد ايه مساحة الجسم وكمان الدرجة. نحن رح نحكي عن الحرق اللي هو الأكثر شيء شائع ويلي كثير أوقات قد ما ننتبه إلا ما مثل ما قلتي بصير بشيء سخن بصينية بالفرن. فهون عندنا معتقدات خاطئة هيدي كمان كثير مهمة، ورح نحكي الأشياء اللي هي الأساسية، ودائما بنمشي ستيب باي ستيب وبنرتكز على الأشياء اللي هي المينيموم وتكون هي صحيحة. اوكي، اجمالا وقت بنحرق حالنا بالمطبخ دغري بنفتح المي وبنحط ايدنا. صح. صح مزبوط. هيدي اول ستيب نحن عندنا اياها، هي انه يكون في عندنا مبرد الحرق. هلا هون نحن ما بدنا نروح على الاكستريم، يعني منبرد بمية الحنفية اللي هي حرارتها ابرد من جسمنا، ولكن ما بنروح على شيء هو ثلج او مي بنحط فيها ثلج، لانه هون ممكن نحن نزيد. صح. الحرق سوء، يعني نحن بنخليه يصير أسوأ. فبالتالي هيدي بدنا نبعد عنها دائما. كولد رانينج ووتر هي اول شيء بنعمله لنبرد الحرق. نعم، الثلج لانه اوريدي هو بيحرق، يعني اجمالا اذا حاطه الثلج على ايدك بتحسي بحراره الحرق. اكيد في ناس ما بيتحملوها، يعني حتى اوقات مثلا في ناس انه كرمال ما يورم شيء. نعم. اذا فكش او هيك بيقولوا حطوا ثلج، كثير اوقات بتحطي عزل. بس كنتفي لانه ما ننتقل دغري لمباشر. نعم. من القصر الجمهوري وبنرجع. فاذا رح نتابع بموضوع الحرق. خلينا نطرح السؤال للمشاهدين لنربح نتفة وقت ولنربحهم من عند عفاف معكرون. شو السؤال؟ نحن رح نسال المشاهدين انه في حال كان عندنا حرق، هل من الافضل يتغطى او ينترك مكشوف؟ اوكي، فاذا مشاهدينا التواصل معنا رح يبين الرقم على الشاشه. اذا عملنا حرق درجه اولى مثل ما عم نحكي، منغطيه ولا منتركه مكشوف؟ فالجواب عندكم، والربح عند عفاف معكرون، اكيد دكتور في الصيدله والعنايه بالبشره. دكتور منتابع، لكن حكينا انه مي
مي باردة. هيدي أول نحن أنا محضرة سلايد حتى عليها الخطوات يلي هن الأساسيين يلي هن المينيموم يعني نعم. نحن ما بدنا كتير نتفلسف لأنه أوقات نعمل خطوة يمكن برات الريكومندد ستابس ممكن أنها تسبب مشاكل. بالسلايد يلي هي نحن رح نحكي عنها قلنا أول شيء عنا المنبرد الحرق مثل ما قلتي بالمي. من بعد ما نخلص تبريد بيكون في عنا التنشيف يلي هي بدها تصير بأكيد رقعة نظيفة يعني دايما ننتبهوا نحن ما نحط ميكروبات على على الحرق او شيش مطهر اذا عنا يعني يلي هن الستيريل جوز يلي منجيبها من الصيدلية فهون ساعتها نحن مننشف هالمي. في اشياء خصوصي ادويه مراهن سبراي اشياء هي اللي هي خاصه بالحرق هيدي ممكن انه نستعملها هي بتكون ستيريل بتكون نظيفه وبتكون بتساعد بالهيلينج اوكي تبع الجرح مش كورت ولا اين يعني لا انتيبيوتيك ولا كورتيزون ولا مبلا هلا يفضل ما ينحط انتيبيوتيك بالاول ممكن بمرحله لاحقه نعوز انتيبيوتيك اذا التهب الجرح أوكي. ولكن بالاول ما منحط اوينتمنت ما منحط مش انه شو في عنا دواء اسنان دواء اسنان لا يعني انت عم بتقولي الاشياء يلي هن كثير شائعين يعني هي فعلا بتعرفي ليه لانه دواء الاسنان عاده على نعنع يعني بيعطيك الشعور التبريد فكرمل هيك بيكون في هيدي اللينك انه واي نوت ببورد الجرح من حد دواء اسنان ولكن ممكن نحن ننقل جراثيم على الحرق ومنه هو من الاشياء اللي هي طبيا معترف فيها او يلي هي ريكومندد انه تنعمل على الحرق اجمالا لانه نحن اذا ما شفنا جرح ودم نفتكر انه هو شيء انه طبقه وبتقشر وبتروح فما بنفكر انه نحن عم ندخل جراثيم عم ندخل جراثيم وكمان شغله بدنا نعرفها بلانش كثير مهمه انه الحرق مش انت مثل ما بتشوفيه بوقتها هي هي الحرق ممكن يضل يتطور وينزل بعد بالعمق لمدة 72 ساعة يعني الحرق مش هو كيف كان بتكتها معناتها هيدا هو حتى ممكن تاني نهار يكون أسوأ من أول يوم كرمال هيك نحن يفضل فعلا أنه إذا بحاجة لميديكال كير أنه يكون في عنا الميديكال كير الملائم هيدي السلايد يلي بتقول أنه الحرق بضل بيتطور ل 72 ساعة تاني شغلة ممكن الحرق ما يكون الأذى تبعوله محدود ممكن يمتد ممكن يسبب يعني يأذي مطرح معين من الجسم أكيد حسب الإتاندو حسب العمق وكمان نحن ما فينا نستخف بالحرق لأنه أوقات حتى مرق في صورة مبين عنا سيدة حرقة إيدها من هون ممكن الحرق نحن نفكره أول شيء أنه هو بسيط وهلأ عم بيهب وعم يحرق ممكن يتطور لالتهاب ممكن هالالتهاب يمتد يمشي يعني يصير المساحة ما بقى بس المطرح الحرق هو اللي ملتهب ممكن يلتهب كمان البشرة اللي حده الجلد يلي هو منه محروق وهو هيلثي سكين كمان ممكن يصير فيه التهاب رح نرجع نذكر المشاهدين دكتور انه فيهم يتواصلوا معنا على الرقم اللي عم بيشوفوه بأسفل الشاشة ليربحوا كادو من عند دكتور عفاف معكرون معنا اتصال الو الو بونجور تفضلي مين معي بالاول؟ معك سميرة سميرة شو العائلة؟ حج اوكي سميرة برأيك وقتها نحرق ايدنا منغطي الحرق ولا منتركه مكشوف؟ لا منغطيه ما منغطيه لا بدنا نقرر منغطيه ولا ما منغطيه فإذا نو اوكي ميرسي لإلك بناخذ بعض اتصالات، السؤال لإلك هون دكتور انه الامتداد هو ناتج من البكتيريا اللي عم تتغذى على البشرة ولا ليش بده يمد؟ يعني شو عم بيصير بالطبقات السفلية؟ هلا هو الحرق وقت اللي بيكون عندنا حمار اوقات بيكون عندنا هيدي البول اللي بتطلع بتعبي مي، ممكن تصير ممكن ما تصير يعني حسب قد ايه قوي الحرق هي ردة فعل بتكون من البشرة بيكون في فلويدز يعني مجمعين وبتقب الطبقة الخارجية تبع البشرة بتقب فهيدي هي الفقوعة او البول يلي بتصير عادة مع الحرق هلا الامتداد يلي بيصير
البرات الحرق وبصير في التهاب، نحن كيف بنعرف انه ما بقى هو بس هيدا الحرق، صار في شيء مع الحرق يلي هو جراثيم، بصير في عمل؟ يعني نحن بنعرف انه الحرق صار في افرازات، صار في يعني ببين انه تغيرت طبيعه الحرق، اذا كان هو مجرد احمرار مع هالفقوعه هيدي معناتها نحن بعدنا بضمن الحرق، وعاده بيكون مطرح ما صار مع شوي حواليه هي رياكشن من البشره، ولكن اذا امتد وفي عمل معناتها نحن عنا التهاب صار فوق الحرق. كمان اتصال، الو بونجور تفضلي. لا ما منغطي الحرق، ما منغطي. مين معي؟ هنا. هنا اوكي ميرسي لك يا هنا. طيب هيدي الفقوعة بنفقعها ولا بنتركها تنشف لحالها؟ هلا هون عادة شو بيعملوا؟ بيجيبوا ابرة بسخنوها على النار، بسخنوها تكونوا عقموها، يعني نعملنا واجباتنا مثل ما بيقولوا عم نشتغل عليك الحين هون سلايد بشي صحيح مزبوط هيدي، لأنه شيء كتير كمان وكلنا عنا هيدي اللي بتحسي انه لا ما فينا نتركها لازم نفقيها، ولكن هون هيدا الشيء خاطئ لانه نحن وقت اللي بنفقيها كشفنا الجلد يلي هو على سطح البشره. هاي الفقوعه عاده يلي بتصير مع الليكويدز، يعني هو الجسم عنده قدره انه يشفي حاله صحيح. فهي لما بتصير هي عم تحمي الطبقه يلي تحتها يلي هي عم تعمل هيلينج، وقت نحن بنجي عم نختصر لها الطريق يعني بطريقه معينه هيدا الشيء ممكن ياخر الهيلينج تبع الجرح أوكي. فاذا نتركوها اذا هي منا لوحدها فقت لانه دقت بشيء او هيك بيكون هالشيء صار يعني من دون ما نحن نكون سببنا، ولكن اذا نحن عندنا الخيار يفضل انه تنترك لانه قلنا هي بتكون بتر للهيلينج للطبقه الجلد يلي هو تحتها. اكيد بنتابع مع السلايدز وبنكمل. لكن بن ما بنرش، ثلج ما بنحط، بنروح دغري للميديكال ستاف يلي بيساعدنا. اكيد هلا نحن كمان عندنا سلايد خاصه اذا ممكن نمرقها، هي الاشياء يلي وي شود نوت دو ابدا، من الاشياء اللي ما لازم نعملها بلانش. اوقات اذا صار الحرق على تياب ولزقوا التياب على الجرح، كثير اوقات بيكون عندنا هيدي الاعتقاد الخاطئ انه احنا لازم نشيل التياب. حاله وحده بس بنشيلهم اذا هن فيهم نار او فيهم كيميكلز مواد مأذية عم تحرق، يعني هن عم بيكونوا سبب بازدياد الحرق فمنشيلهم، والا اذا هن بس ملزقين فيفضل انه نتوجه لمركز خاص كرمال انه هو بيشيلهم. اوكي حكينا عن مية التلج والتلج انه لا ما بنستعملهم لانه هن بيأذوا اكثر ما بيفيدوا. البيض في كثير ناس انا مش سامعه بتفقس البيضة. انا سمعتها كثير، يعني في ناس بيقولوا لك انه زلال بيضه وحطيت ايدي وما علمت وصحت وهيك. البيضه خاصه البيض الني هو فييكول للميكروبات، مثل ما نحن ما بناكل البيض الني لانه في اكزاكتلي فما فينا نحن ناخذ ريسك ونحط على بشره، خاصه بشره هي محروقه هلا، يعني بشره متضرره ما عندها البارير الحمايه مثل البشره اللي هي ما بها شيء. اكيد خلينا ناخذ اتصال قبل اوكي تا يكون عندهم مجال يربحوا. الو بونجور. بونجور تفضلي. معك لولا. لولا وي. شو يا لولا؟ منسكر ما منغطي ما منغطي أبدا. أبدا أوكي لولا ثانك يو لاتصالي. لكن البيض لا لأنه بده ينقلنا هالجراثيم ميكروبات، مثل ما قلنا كمان على التوث بيست عادة بحطوا الدانتيفريز كمان مثل ما قلنا في أوقات منحط زيوت أو مراهن أو هيك. برجع بقول أنه من انطلاق طبية وصيدلانية صحيحة دايما منروح على المستحضرات الخاصة بالحرق، وهون بحب ألفت نظر المشاهدين لشغلة، دايما تأكدوا من تاريخ صلاحية البرودكت يلي عم تستعملوه. وكمان اوقات في مستحضرات اذا فتحناها ولا زمان عنا لو كانت بعدها بضمن مدة صلاحية، ولكن البرودكت بس ينفتح هو تعرض للهواء وللجراثيم، فكمان ممكن اوقات نحن نسبب التهاب الحرق. يعني ابدا ما نستلشئ بالحرق ولو حتى كان سطحي، منغطي الحرق ولا بنكشف الحرق؟
انت شو بتقولي؟ انا بحس انه لازم ينكشف لينشف. هلا هيدي عادة الاعتقاد انه نحن من بنكشف الجرح كرمال نعجل نعجل بالهيلينج تبعوله. دائما نحن بدنا نفكر بالحرق اول شيء انه هو سي اون بوليزي، يعني هو بشره متضرره. البشره المتضرره هي مكشوفه وهي معرضه لطلقه جراثيم. نحن اوقات الحرق يمكن اذا ما التهب بصح بفتره سريعه اكثر من انه يكون لقط ميكروب، واوقات الحرق وحده ما بيعلم. ممكن اذا حرق مع التهاب يعني صار في جراثيم ممكن يكون السيكاتريس تبعيته اسوأ. اوكي يعني كرمال هيك منغطي الحرق. انا تعجبت انه ما حدا لان انا كمان مفكره هيك من اخر اتصال، بس نحن قلنا الجواب ان شاء الله بركي. يلا الو 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 بونجور. شو الاسم؟ قلت الجواب ما سمعت بس. اوكي بس شو الاسم؟ رولا الحلب. بس ما سمعت. رولا الحلب. رولا بغطوا الجرح الحرق ولا بيكشفوا الحرق؟ لا بيكشفوا لينشف. بيكشفوا لينشف. كل مصر كلكم خسرتوا حتى انا خسرت. هلا نحن منغطيه ما منغطيه بشيء، يعني عندنا الشاش وقت انت بتجيب شاش متهور يلي هي فيها هال المسام يلي بتخلي يكون في فعلا مجال لحتى ينشف الجرح من دون، يعني احنا ما خنقنا الجرح وعملناه مطرح في رطوبه لانه البشره أوكي. بتتنفس. نحن ما عم نحبس الجرح عم نخنقه، ولكن نحن بدنا نغطي كرمال نحمي من الميكروبات، لانه اقل جرثومه وقد ما تنتبهي وهيك الا ما تدقي بشيء. فكرمال هيك يفضل ان يغطى الجرح افضل شيء هو بشاش معقم كرمال حتى نحمي، يعني بيتاخذ مارج اوسع من الحرق نفسه وبينحط شاش مطهر بتلزق على الطرف داير من دار. على الداير، واكيد منغير كل يوم منشوف هالجرح كيف اذا في التهاب او لا لحتى نضل عم نتابع الجرح. على كل حال يعني الخسارات ماديه اذا بدك او عينيه، بس ربحنا نصيحه رح تغنينا عن كثير مشاكل بالمستقبل. فاذا الحرق بيضغطى لنحمي، هيك كانت نتيجة إذا بدكم، يعني إذا بدك هيك الاستشارات مثل ما عملنا. أكيد يعني نحن صححنا اعتقاد خاطئ، هيدا الشيء أكيد كتير أساسي، لأنه نحن مثل ما قلنا الحرق ممكن يكون عنده هيلينج أسرع من أنه إذا التهب، فريسك الالتهاب أكبر من يعني إذا تركناه مكشوف. نحن فعلا ما عم نعمل هالفرق الكتير كبير. أفضل أنا بدي أتشكرك دكتور، أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك. مشاهدينا رح نروح لفاصل قصير ومنتابع يوم الست.